بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كنا قد بدأنا في القراءة من ركن ثاني الحسبة، أي ما فيه الحسبة. وذكر الإمام الغزالي أربعة شروط، قرأنا يعني ثلاثة أو ثلاثة شروط، ثم نكمل الحديث إن شاء الله. لكن بعد أن نذكر برؤوس أقلام، قال الشرط الأول كونه منكرا، نعم، وعدل عن لفظ المعصي، لأن كلمة منكر أعم من المعصية، لأن الصبي مثلا إذا فعل شيئا منكرا وليس مكلفا فلا يقال أنه عصى إلى آخره. والثاني أن يكون موجودا في الحال، نعم، فإذا يعني كيف ينكر على إنسان شيئا قد فرغ منه منذ فترة ولا يعلم أنه سيعود إليه، و نعم، أو أن يكون يعني فقط ما ظنت أنه سيقدم عليه. أيضا الشرط الثالث يكون منكر ظاهرا للمحتسب بغير تجسس. وذكرنا قصة الرجل مع سيدنا عمر بن الخطاب، لأن لا يجوز لما لم يجوز لسيدنا عمر بن الخطاب، ليس لشخصه ولكن بصفته خليفة المسلمين بمعنى الحكومة بمعنى الجهاز التنفيذي، لا يجوز قضية التجسس في قضايا الشخصية المحض. وأنا أقول قضايا الشخصية المحض لأن هنا القضايا يعني تتعلق بالأمن على سبيل المثال، من لا نقول أنه هذه قضية شخصية وقضية مثلا تجارة مخدرات تريد الشرطة أن تعرف أين سيكون الاستلام والتسليم والتوزيع كذا الآخر، بحاجة أن مش قضية تجسس، قضية يعني لابد من معرفة ما الذي يحدث، وقد يصل لحد أنهم يزرع تقوم الشرطة بزراعة مخبر سري بين هؤلاء إلى آخر هذا الكلام ما يعرفه، لكن قلنا في القضايا الشخصية. نعم، فإن قلت ونصل الآن إلى يعني حتى نربط كلام بعضه بعض، السؤال الافتراضي، فإن قلت فما حد ظهور الستار، فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز دخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية، إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرف من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار، إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي، وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعه أهل الشوارع فهذا ظهار موجب للحسبة. نعم، قال أصوات المزامير والأوتار، أبتسم لأن في الـ يعني في الـ في الطائرة أول أمس السبت يعني يقولون أن بإمكان الواحد أن يستمع من خلال يعني هاتفه، بإمكانه أن يربط على الواي فاي بالطائرة، وهنالك 70 مليون أغنية، قالوا 70 مليون أغنية، ولعل هنالك غيرها في مواقع أخرى إلى آخره. عجيب. فإذا إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة، رائحة الخمور، فإذا فاحت روائح الخمر فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقة، وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل والظاهر جواز الحسبة. وقد تستر قارورة الخمر وظروفه في الكم وتحت الذيل، وكذلك الملاهي إذا رأى فاسق تحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة، فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر، إذ الفاسق يحتاج أيضا إلى الخل وغيره ولا يجوز أن يستدل بإخفائه، ولو أنه لو كان خلا لما أخفاه، لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر.
يعني هذه يعني حين ذكر قضية الخمور المحترمة هذه، يعني عصائر الفاكهة عادة العنب يمر بمرحلة التخمر قبل أن يصبح خلا، ويكون المراد منه صناعة الخل هذا مثلا. نعم. والناس تخفي أدبا الطعام، نقول أدبا بمعنى لا يريد أن كان الناس يحملون الطعام في الأكياس الورقية، ولا زال هذا احتمال يعني موجود. أولا البلاستيك يعني مضر للبيئة، ثم القضية أنه لا يريد أن يؤذي جيرانه لا برائحة الطعام ولا بمرأة الطعام. قال وإن كانت رائحة فائحة فهذا محل النظر، والظاهر أن له الاحتساب، لأن هذه علامة تفيد الظن، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور، والظن كالعلم في هذه الأمور. قال وكذلك العود ربما يعرف بشكله، أي الآلة الموسيقية، إذا كان الثوب الساتر له رقيقا، فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت، وما ظهر دلالته فهو غير مستور بل هو مكشوف. وقد أمرنا بأن نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته، وننكر على أبدى لنا صفحته. وهنالك شواهد من حديث روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القدرات شيئا فليستر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. سياق الحديث هو سياق يتعلق بقصة ماعز رحمه الله، وهناك أكثر من صيغة لهذا الحديث: اجتنبوا هذه القدرات فمن ألم بشيء منها، أو اجتنبوا هذه القدرات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها. الحديث يعني، لكن البداية مختلفة، ومنهم من يعني بعض الأحد بعض المتون مرسلة وبعضها مرفوع، وهنالك من صحح الحديث. على كل القضية هي أن نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته، هذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله. والإبداء له درجات، فتارة يبدو لنا بحاسة السمع، وتارة بحاسة الشم، وتارة بحاسة البصر، وتارة بحاسة اللمس، ولا يمكن تخصيص ذلك بحاسة البصر، بل المراد العلم، وهذه الحواس أيضا تفيد العلم. فإذا إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر، وليس له أن يقول أرني لأعلم ما فيه، فإن هذا التجسس، ومع التجسس طلب الأمارات المعرفة المعرفة، فالإمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل مقتضاه، وأما طلب الإمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا. طيب لو سألنا سؤال، طب إن كانت يعني توهم أنه خمر فكسر ما تحت الثوب، كان يستر لحاجة في نفسه، فعليه أن يعوضه. على كل حال الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حزبة فيه، فليس الحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية. نعم. ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، شربه النبيذ الذي ليس بمسكر يعني هو انتبذ شيئا، الأصل فيه على مستوى اللغة انتبذ يعني لو وضع زبيبا في ماء ليحليه فقد انتبذ، هذا يعني. نعم. قال وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار لغير ذكر مجال الاجتهاد. إذن ما هو مجال الاجتهاد؟ لا حسبة فيه. نعم، لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ
وينكح بلا ولي ويطأ زوجته، فهذا في محل النظر، والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ مذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها عنده، بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل. وهذه في قضية يعني اليوم كثير من الدول في مناهج التعليم لديها إذا كتاب الدراسات الإسلامية قد لا يكون بناء على مذهب فقهي معين، يعني مثلا في فلسطين كتب الدراسات الإسلامية تحدث عن المدارس الابتدائية والثانوية ليست بناء على موقف على مذهب فقهي معين، فالكتاب الأساتذة المختصون العلماء الشريعة الذين يشاركون في يعني كتابة الكتب المناهج المدرسية يعني يجتهدون في اختيار الموضوع يعني المناسب والاقتباسات المناسبة إلى آخره. المهمة ليست على يعني لا تعبر عن مذهب فقهي واحد. وأقول أن المذهب الفقهي الواحد مهم جدا، لا أحصر طلب العلم ولا التعليم في مذهب واحد، لأقول الهوية الثقافية خصيصا للذين يعيشون كأقليات خارج البلاد العربية والإسلامية، هذا البعد الثقافي مهم جدا في تكوين شخصية الفرد. نعم، يعني لو ضربت مثال يعني مما ترك يعني التسمية، متروك التسمية يعني في الغرب، ممكن يعني هناك فتاوى، لا أدخل في قضية الفتوى من ناحية يعني موافقة أو نفيا أو الآخر، لكن قصدي أنه في بعض القضايا، في بعض قضايا الطعام، قضية الحلال ليس فقط أنها تلبي مطلبا معينا في قضية الحلال والحرام، لكن أيضا هناك بعد ثقافي، هناك بعد هوية معينة يرتبط الإنسان في وعيه بكلمة الحلال، وهي أعم أولا من قضية الذبح، ثم إنها أعم من قضية الطعام في حد ذاتها. نعم، فإذا مخالفته المقلد أو المقلد متفق على كونه منكر بين المحصلين أو عاص بالمخالفة، إلا أنه يلزم من هذا أمر أغمض منه، وهو أنه يجوز الحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير ولي بأن يقوله الفعل في نفسه حق، ولكن لا في حقك أنت، يعني الأصل فيها ألا تتزوج إلا بإذن الولي، فأنت مبطل بإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي، ومخالفته ما هو صواب عندك معصية في حقك وإن لم يكن صوابا عند الله تعالى. وكذلك الشافعي يحتسب على الحنفي إذا شاركه في أكل الضب ومتروك التسمية وغيره، ويقول إما أن تعتقد أن الشافعي أولى الاتباع ثم تقدم عليه، أو لا تقدم عليه على خلاف معتقدك. نعم، والضب ما هو معروف إن شاء الله لديكم من الزواحف، يعني أقرب إلى السحلية الكبيرة حجما، وسيدنا صلى الله عليه وسلم عافه، يعني لم يأكل منه لأنه لم يكن في أهله. نعم، ثم انجر هذا إلى أمر آخر في المحسوسات، وأن يجامع الأصم مثلا امرأة على قصد الزنا، وعلي المحتسب أن هذه امرأته زوجه إياها أبوه في صغره ولكنه ليس يدري، وعجز عن تعريف ذلك لصممه أو لكونه غير عالم بلغته، فهو في الإقدام مع اعتقاد أنها أجنبية عاص ومعاقب عليه،
في الدار الآخرة فينبغي أن يمنعه منه مع أنها زوجته، وهو بعيد من حيث أنه حلال في علم الله، قريب من حيث أنه حرام عليه بحكم غلطه وجهله. ولا شك في أنه لو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب مثلا من مشيئة أو غضب وغيره، وقد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن قد وجدت أو لا قد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك، ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن، فإذا رآه جامعها فعليه المنع، يعني باللسان لأن ذلك زنا، إلا أن الزاني غير عالم به، والمحتسب عالم بأنها طلقت منه ثلاثا، وكونهما غير عاصيين لجهلهم بوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منكرا، ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون، وقد بينا أنه يمنع منه. وإن كان ذلك بعيد كسياق، بعيد جدا، يعني ما البعيد؟ فإذا رآه يجامعها يعني سيرى رآه يجامع في حالة الزنا كحال، ويعرف أنه لا زواج ولا أو كل هذه التفاصيل الأخرى، بعيد جدا السياق كمثال. فإذا كان يمنع مما هو منكر عند الله، وإن لم يكن منكر عند الفاعل، وله عاص به لعذر الجهل، يعني المعذرة بالجهالة كما يقال، فيلزم من عكس هذا أن يقال ما ليس بمنكر عند الله وإنما هو منكر عند الفاعل جهله لا يمنع منه، وهذا هو الأظهر والعلم عند الله. فتحصل من هذا أن الحنفية لا يعترض على الشافعي في النكاح بغير ولي، وأن الشافعي يعترض على الشافعي فيه، لكون المعترض عليه منكرا باتفاق المحتسب والمحتسب عليه. وهذه مسائل فقهية دقيقة، والاحتمالات فيها متعارضة، وإنما افتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال، ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع، وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير ويقطع بكونه حراما، ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد، إذ يبعد غاية البعد أن يجتهد في القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده في الجهة بدلالات الظنية ثم يستدبرها، ولا يمنع منه لأجل الظن غيره، إذ ربما يظن غيره أن الاستدبار هو الصواب. ورأي من يرى أنه يجوز لكل مقلد أن يختار مذاهب ما أراد غير معتد به، ولعله لا يصح ذهاب ذاهب إليه أصلا، فهذا مذهب لا يثبت، وإن ثبت فلا يعتد به. فإن قلت إذا كان لا يعترض على الحنفي في النكاح بالولي لأنه يرى أنه حق، فإن بغي أن لا يعترض على المعتزلي في قوله إن الله لا يرى، وقوله إن الخير من الله والشر ليس من الله، وقوله كلام الله المخلوق، ولا على الحشوي في قوله إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على العرش، بل لا يبغي أن يعترض على الفلسفي في قوله الأجساد لا تبعث وإنما تبعث النفوس، وذكر الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة من المسائل الثلاث التي كفرهم بها، لأن هؤلاء أيضا أدى اجتهادهم إلى ما قالوه وهم يظنون ذلك هو الحق. فإن قلت بطلان مذهب هؤلاء ظاهر، فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح أيضا ظاهر، وكما ثبت بظواهر النصوص أن الله تعالى يرى والمعتزلي ينكرها بالتأويل، وكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنفي كمسألة النكاح بلا ولي ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما. فاعلم يعني شفعة الجوار في قضية البيوت، الجار أولى بسقبه، يعني أنه أولى به مثلا بشراء المنزل الجار إذا أراد الجار أن يبيع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فاعلم أن مسائل تنقسم إلا ما يتصور أن يقال فيها كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة، وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهدين فيه، إذ لا يعلم خطأهم قطعا بل ظنا، وإلى ما لا يتصور أن يكون المصيب فيه إلا واحدا كمسألة الرؤية والقدر وقدم الكلام ونفي الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعالى،
فهذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعا، فلا يبقى لخطئه الذي هو جهل محض وجه. فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق، لأن خطأهم معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. فإن قلت فمهما اعترضت على القدري في قولها الشر ليس من الله، اعترض عليك القدري أيضا في قولك الشر من الله، وكذلك في قولك أن الله يرى، وفي سائر المسائل، إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع، هو كل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا، فكيف يتم الاحتساب؟ فاعلم أن لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة، فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليهم بغير إذن السلطان، وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة، فليس للأحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطان. فإذا رأى السلطان رأي الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره، فإنما يكون بإذن السلطان لا يتقابل، ويكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه، يعني اجتهاد هذا مقابل اجتهاد هذا مثلا. وعلى الجملة فالحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المنكرات، ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه، كلا يتقابل الأمر فيها ولا ينجر إلى تحريك الفتنة. البدع في الدين والمنكرات في السلوك، هذا شرب خمرا وهذا أكل خنزيرا وإلى آخره، والبدع هي اختراع مذاهب في الدين تلقي بالناس إلى التهلكة. بل لو أذن السلطان مطلقا في منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق أو أن الله تعالى لا يرى أو أنه مستقر عرش بما سله أو غير ذلك من البدع، تسلط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر فيه، وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط. من أشنع ما رأيت يعني شخص تصدر المجالس في القدس منذ زمن، يعني منذ سنوات طويلة جدا، وفي المساجد، فوقف شاب وهو أيضا يعني دارس الشريعة، فسأل، يعني سأل بمعنى أن واضح أن من السؤال، وكنت جالسا، سأل سؤالا واضح أن فيه تحدي للرأي المخالف، والأصل فيها أن يجيب الإنسان، يعني إذا تبنيت أنت موقفا فقهيا معينا أو يعني شيئا في العقيدة تشرح ما عندك وتترك للناس. فإذا ب نسميهم أتباع ذلك الشخص حملوا الشاب أخرجوه من المسجد، يعني بكل معنى الكلمة، يعني ليس فقط دلوه على الطريق ولا هذا من أشنع ما رأيت فيه، يعني وكأنه ينكر ما أظن الحق مع الشاب، يعني قلنا يعني أدبا نقول هذا مظنة أنه على الحق وهذا مظنة أنه يعني لم يصب الحق، وكان هذا هو السلوك. هذه مسألة يجب أن لا نصل إلى هذه الصورة، يعني في العلاقة مع بعضنا البعض، إما أن نستقوي بالناس على الناس أو نستقوي بالسلطان على الناس إلى آخره، فيما فيه مظنة. الركن الثالث المحتسب عليه، وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. ولعله عند الزبيدي وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا،
إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ، ولا يشترط كونه مميزا، إذ بينا أن المجنون لو كان يزي بمجنونة أو يأتي بهيمة لا وجب منعه منها. بينا المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة لوجب منعه منه. نعم الأفعال ما يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره، ولكن لسنا نلتفت لاختلاف التفاصيل، فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحيح، وغرض الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لا ما به يتهيأ للتفاصيل. نعم. فإن قلت فاكتفي بكونه حيوانا ولا تشترط كونه إنسانا، فإن البهيمة لو كانت تفسد زرع الإنسان لكنا نمنعها منه كما نمنع المجنون من الزنا وإتيان البهيمة. فاعلم أن تسمية ذلك حسبة لا وجه لها، هذه الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر، ومنع المجنون عن الزنا وإتيان البهيمة لحق الله. مفهوم يعني جميل جدا، هو حق من حقوق الله. وكذا منع الصبي عن شرب الخمر، هو الإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين، أحدهما حق الله تعالى فإن فعله معصية، والثاني حق المتلف عليه، فهما علتان تنفصل إحداهما عن الأخرى. فلو قطع طرف غيره بإذنه فقد وجدت المعصية وسقط حق المجني عليه بإذنه، فتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلتين. يعني هنا نقف قطع طرف غيره بإذنه. لو قلنا في الطب، يعني في اليوم نموذج يوقع المريض قبل العملية الجراحية، مثلا نقول مثلا دب التلف في عضو من الأعضاء كالقدم مثلا مع السكري مع الالتهابات مع كذا إلى آخره، فيراد قطع العضو فيوافق، فإن لم يكن في وعيه إلى آخرها وكان قاصرا أو مجنون إلى آخره، ولي أمر المريض أو المريضة. نعم، هذا مثلا كاحتمال. ولكن هنالك أيضا حتى لا وافق لا تسقط لا يسقط حق المجني عليه بإذنه. مثل ماذا؟ يعني مسألة غريبة جدا، نقول مثلا قمار، ويمكن أن يكون هنالك قمار على أصبع من الأصابع مثلا مقابل، هنا لا يسقط يعني في هذه المسألة هو أن وافق المجني عليه. أو أكثر من ذلك، رجل في ألمانيا وضع إعلانا، طلب رجلا طلب إنسانا يتبرع بنفسه للأكل، يتبرع بنفسه في التفاصيل المحاكمة وكذا بان أن الرجل تلقى إجابة من رجل آخر وتبرع بنفسه للأكل، وقال أنه أطعمه من نفسه، يعني اقتطع قطعة وأطعمه قبل أن يموت من التقطيع ومن يعني لا يمكن أقول أنه أن الإذن قد أسقط الحق. نعم. والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية، عدمت المعصية، ولكن يثبت المنع بإحدى العلتين، ولكن في دقيقة، يعني مسألة هكذا قد تخفى. وأن لسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البهيمة، بل حفظ مال المسلم،
إذا البهيمة لو يعني لو أكلت ميتة أو شربت من إناء فيه خمر أو ماء مشوب بخمر لم نمنعها منه، بل يجوز إطعام كلاب الصيد الجيف والميتات. صحيح، ولكن مال المسلم إذا تعرض ضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظا للمال. بل لو وقعت جرة الإنسان من علو وتحتها قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة لا لمنع الجرة من السقوط، فإن نقصد منع الجرة وحراسة من أن تصير كاسرة للقارورة وقد تكسر هذه وتكسر تلك، ونمنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة شرب الخمر، وكذا الصبي لا صيانة البهيمة المأتية أو الخمر مشروب، بل صيانة المجنون عن شرب الخمر وتنزيها له من حيث إنه إنسان محترم. وهذه مسألة جميلة جدا، كيف لبعض البلاد والمؤسسات والشركات الطيران كيف لما تقدم الخمور، وبعض الناس قد يصل إلى درجة السكر ويعيث في الطائرة فسادا أو في الأرض فسادا أو السياقة المخمورة أو القتل عن طريق السياقة المخمورة. يمنع من حيث أنه إنسان محترم إذا كان في بلادهم. أيضا يمكن يعني ممكن الإنكار، ممكن يعني هم ماذا يفعلون عادة؟ لا يستطيعون منع هذه المسائل مطلقا، فيزيدون الضرائب عليها، فيزيدون الضرائب على التبغ وعلى الكحول لكون الإنسان تنزيها له من أن حيث أنه محترم، هذا عن المجنون حتى يعني. وكأننا نسينا هذه المفاهيم، إنسان محترم حتى لو كان مجنونا، فيمنع من الباطل من المنكر لكونه إنسانا محترما. نعم، ولقد كرمنا بني آدم، إنسان مكرم، ومن حق الإنسان على الإنسان أن يمنع يعني. ولم يبقى إلا هذه الشريعة الغراء حقيقة، حماية وحصنا للبشرية كلها. قال الإمام غزالي رحمه الله: ونفعنا بعلوم في الدارين، فهذه لطائف دقيقة لا يتفطن لها أو لا يتفطن لها إلا المحققون، فلا ينبغي أن يغفل عنها. ثم فيما يجب تنزيه الصبي والمجنون عنه نظر، إذ قد يتردد في منعهما من لبس الحرير وفي غير ذلك، وسنتعرض لما نشير إليه في الباب الثالث. والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.